يا ولد عثمان، بالنسبة لو كان نشدك إلى القصبة بتاعك ما نكسرها بذيل ونعبيها برودو. هي هي تضيعك يا ناس ناس. ولا لا محسوب اللي بحذاك، لا مش أنت، هو زيد قليل حياة. هذاك ما يسمحش بفرنك، صوح وصوح وتتربح بتلاه. هاي امشي معاه. شو هذي وين الورقليه؟ شنو هالسربة اللي قاعدة تتفرج في التلفزة بتاعي؟ أنت البارح كيف تفرجت؟ شو أنا؟ تفرجوا في تلفزتي؟ ويمسخوا في تواليتي والروايح والعفونات؟ إيش إيش إيش؟ عسلة سجلون. الله يسلمك. إيش تعمل في محلي بابا؟ أي ما فيولتا مش عادي وما فيولتا. مالك يمشي البلاد قال ماشي نهارين. إي. قال لك يجيش سجلون يقول له أنت باش تعوضه. أنا شعبولة. أنت شعبولة، مرحبا بيك يا شعبولة. عايشك عارف. ما تعرفش اللي ممنوع ما يصير شيء منه لو كان تهبط عليك بعض الحوايج وتموت ولا يصيرك اكسيدون، انا اللي نخلص ونتبيلك هكا. هي اللطف عليك. ادخل واخرج. ما نعرفش، انا سامحني عارف. مانيش عارفك. قول لي جلول خير، ما تقوليش عارفك. الناس اللي عملتها لي شنو هذوما؟ هذوكم قبيله المالك يقول لهم بنروحوا بنروحوا، ما حبوش يروحوا. وقال لي انا باش نقول لهم يروحوا. يا اخو ما حبوش يروحوا، قول لهم يروحوا. اي ماك مجدي، ما هو ظاهر ظاهر صنع به انت. هيا يا خمسة مرات يا شنكوي يا هيا عيشكم برا وخلتكم اي برا. هيا السرب البرا شنو البرا؟ خنكملوا سويا سبور. شوف لساعة لربع ساعة. هيا تفضل برا. هيا تنفرج فيها بعد. تفضل برا. تفضل برا. امشي هيا امشي غادي هيا امشي سعيد. اهلي اهلي يا سي جلول. وسع بالك كل شيء معناها يضربكش السك. عمرك يا عم زلول. يا جبال اختارنا من المشاكل، اختارنا من المشاكل. ما عجبكش طولك راه راني ماضي بالنسبه نهبط عليك باللوطه نطلعك من فوق. ايش موصلنا لهذا يا دي؟ وسع بالك عليك انت. انا السكر يضربكش والدم زاده محشش قبل شقال فتر وبعد شقال فتر محشش علينا. قسما بالله العظيم قاعد ننظر لامك المراه الاوليه الغلبانه التعبه في جرتك وصلتك غصك في الطول هذا ومن جد تحلك في القهاوي وريحتك بالدخان ما تحشمش. صحيح كيفني. مريض انا. مريض سي مريض. مريض مش يداوي. هيا في الكون تحرك. يخرج 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 بلا رجع بعد شغل الفتره تلقاها في العسل. تحرك. عملت شيء انت؟ انا والله ما عملت شيء. وش تضحك؟ انا اعرف والله اللي عملت حاجه. تضحك مفرق لك في الكاكاويه؟ ها؟ تفرج في فيلم نتاع شارلي شابين؟ ها؟ زيد يا ولدي انا اليوم نجم نخدم في حالتي هذه بالنسبه لنا نجم نقص خطوه. شوف كان جات زهوه ولا صناع رجعوا يخدموا ولا يسالش علي حد. قول لهم شيء برد في وجهه باش نمشي نسقيف سيدي محرز نقعد ناكل تفصمات وندخل الزاويه لداخل نغمض عينيا ونقول يا ملك الموت يجاني. وهذا يعرف يهديك يعرف يصحك يعرف. هذا المعون يا ملكي. هذا يا ملكي. هاو المعون خلاها. ها هاو هاو زيد فرقة هاو هاني هاو هالقهوة سواني. تفوه عليك زيد ما تحياش انت بتاع خدمة. ها وحكاية الكلب شنية؟ حكاية الكلب شنية؟ والله تو سمعت من فمك عارف. وراس سمعت من فمي؟ وراس سجلول الغالي تو وين سمعت من فمك كلمة الكلب؟ انا غالي عند امي مش عندك انت ولا عند مرتي. حكاية الكلب تسمعش بيها؟ تحب تعمل كاريير في القهوة ما تسمعش بحكاية كلب. ثم قهوجي موجه وذيني. ثم قهوجي ما يلقطش الحكاية ويسأل على السبة وبتسبة. ها انت تعمل كاريير معايا؟ انت تنجم تكون عندك مستقبل بتاع جيرون لا بتاع سيرفور ولا بتاع حتى شيء. انت تو نا با دافنير. ننصحك اغتنم فرصة شبابك اللي ضايع ماشي سبه لا واعمل صندوق وبيع فيه الريكامو ولا بيع فيه سبت ولا زويل ولا في نمبورت كوا. خدمة القهوة ما تساعدكش. بيعرف. في الأمان. عندي نادي ثقافي أنا هنا ولا عندي حديقة الجرجاني ولا 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 تاع بلفدار تلفت تكذب على حسب شكون هذاك؟ شكون باش يخلص؟ أنا لا بابا ما نخلصش. أنا ناكلكم بروسكم وما نخلصش.
هاي صح شريبتك يا مرش. صح شريب. هاي كيستي صح شريبتك حنيف كويستي. شنو هو مرشد؟ كاسكا بتاع موتور هذيك؟ لا شنو هي كاسكا بتاع موتور؟ هذي تو كاسكا بتاع موتور. هذه سيدي اختراع قوي برشا. هذه ما تسمى بالكمامه. تعرفش على جبت؟ علاش؟ هذه سيدي باش نحطها لك على جلطتك بالحشب. باش كي تجي تبيع الخضره فهمت؟ ما تقدمش العباد في الباقي. لما استانس انت تجي تقضي من عندي باش نقعد مكانها. تو هي معناها وخذيته الكلب بتاع حمادي هبا. شكون؟ حمادي هبا. حمادي هبا خود لندا لبا فوجع في الشرق ما اي هذاك هو والله كركرك خبيت كانيش ظامر كانيش هبا كانيش يا ودي كانيش صراحة طبت الجمعة تلوج على فمه باش توكلوا اون بليس يا خويا العباد الكل ولد بالكانيشات والسيارات الشعبية شنو الغرام هذاك مال البيتبول كات فوا كات تيما كلهم كلاب حاشا قهوة جلول ما ياكل شنو ياكل يعلف يا ولدي تعرف نبداو بالونتري عندك يا اما سلطه مشويه يا اما سلطه تخص يا اما بريكه بعظمتي هي والسويت السويت نجيو للسويت عندك مقرونه بالصلصه عندك دجاج بالفريت عندك لازانيا وخاصه وديما لازانيا بالبون ومال 100% هذاك هذا بالبون وي بالبون مشيت مره اللون دراب باش نعمل قهوه خدت القهوه مخه يقف عليه تلمو نظافه هكا فركست بنقعد ما لقيتش بلاصه نلقى هكا كوا مقصوره ظريفه خلت ان دميور وانا نستنى ما جاني حتى حد تقاها ميكاركرو لا لا ميكاركروش في لندرا مش كيما هون بون مشيت قلت له مسيو سي فوبلي عندي نص ساعه وانا نستنى في قهوه قال لي سوري قل لي وين قاعد حتى نجيب لك قهوتك يعطي الصح قلت له هذيك المقصوره هذيك ايبا ميطاليه بالظهر علي على خاطر قال لي هذيك تواليت مسيو ماهيش مقصوره تصور كان سي جلول يجيوها جماعه المراقبه الصحيه يسكروا له القهوه طول طول سليمة جماعة مراقبة صحية كانوا يمشيوا لندرا تتقطع خبزتهم عليه ما عندهمش خبز في لندرا؟ مين نو خاطر ما يلقاوش ما يراقبوا الدنيا الكل نظيفة هكا تعمل واش كيفكم انتوما هنايا؟ عزة كان ترمي في الكلام عليا أنا راني نظيفة بالله العزيز راني من الكونتوار نغسل في الكيسان نسيق نسربي بربي أنا قديش 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 نجم باش يهبلوني سان سامو ما عادش سيدي الشهرية بلفتوا فيا هذاك علاش مبلفت بالعاني؟ نو لازمكش تخمم هكا سليمة بون تنجم تكلم عارفك تقول زيدك في الشهرية ما تبلفتش اون بليس نورمالمون سي جلول يجيب بيرسونيل أخرين واحد يتلاه يسيق واحد يتلاه بلي تواليت وأنت جوست الكونتوار هذيا كان تقولها له الجملة هذي تاع يجيب دو بيرسونيل أخرين شوفوا شنو يعمل تي هو قال لك القهوة ما عادش فيها مسوار سي نورمال ما عادش فيها مسوار كيفاش تحب العباد تجي تشرب قهوة بحداكم هنايا وأنت يدك من الخيشة لماكينة الإكسبريس تعرفني عزة نورمالمون تبدا لابسة بندوات عاملة فولارة صغيرة تلم بها شعرك شبيك عزة ما لاباس عليه نخدم في تشيرنوبيل أنا وي بس عاد نغطي فيه شعر نحط فيه حاجة عليه بوركوا شعري خايب بوركوا با شوفي سليم هي قهوتنا بطبيعتها مخلطة بالشعير وبالحمص تزيد مخلطة بالشعر سي تخو بصراحة أما أنا شاكك فيه راهو مذرح راهو هكا عاتي هكا على أمه كلب عربي وزيد أنا المرة فاتت أنا قلت له شر بشوية شر وهو هرب يجري حتى بعضه هذاك الكروزمو دي راس إي هذاك الكروزمو دي راس كروزمو دي راس هذاك وأنا سمح الله شنو كروزمو دي راس؟ فازة في الكلاب يجيبوا مثلا حمار وحشي زيبرك المخطط ويجيبوا انثى بيتبول ويحطوهم مع بعضها يجيبوا كلب ينبح ويصفكم ميم طون هذا اللي عاملها جعفر شر هذا عنده كلب الرقبه بتاعه طولها يجي 3 متر وما ينبحش هكا يعمل هكا ياكل لهم في العنبه ظهر لي بو زرف المره اللي فاتت ما عزيتو الفيتيرينير شنو هو؟ فيتيرينير تي هذا اللي معناتها لاهي بالحيوانات هو اللي زرق لهم يحفر في الحيوانات الكل فيهم الكل تحصيلو انا دخلت السلدة الطون هكا حيوانات هكا حيوانات يا خويا وقعدت نستنى في السلدة الطون لين دخل فيتيرينير تي ذاك بتاع الحيوانات عمل هكا وعيط دخل الكلب داخل ودخلت انا معاه قال له اسيتوا قعدت انا قال لي مش انت الكلب قلت بيت انا اخرج استناه قال له تقول عمل الكلب ياك الفيترينير كلبي عمل يا خويا وجهه لخلق الفيترينير اش فهم خزر لي
قال لي روح بيه روح بيه. مش طلع عنده يا ولدي؟ أكرك على الله. مش طلع عنده يا أخويا؟ خلوني خلوني نبكي خلوني صلي على النبي. سيبوني خلوني نبكي. رو 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 غافي عشيك طلعت له الكعبة سكيزوفرين. سكيزوفرين مرض خايب برجولية يا ودي. كبش في الكلب في 24 ساعة يموت. كرك لقحته في فتحة باستير ولا درش نو. هون عليك يا مرجل شبيه اخيتي ناوي تكسبوا ولا تبيعوا؟ مانيش ناوي نكسبوا انا. مرشد 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 بقت ونهار لحد الواحد دغفه في مصبيك ولا بالرسم. ايه داكش باش نعمل انا؟ نستنى لين السكيزوفرين بتاعه هذيك تفش وترجع لهنا فهمني ننظف من قربته ونسك ونسك. ايه تو سميتوش؟ باش نسميه تو؟ هو عنده سكيزوفرين ولا نسميه؟ ما تنجم تبيع ولا ما تسميه؟ باش نسميه اسم عربي ولا سوري؟ يقولي انا عربي ما عادش تمشي توي كاسمي العربي تو في الاسواق. يلزم اسم سوري. انا عندي اسم طلياني. ها طلياني هي متفرج في مسلسل بطل نتاعو كلب في الريونو. هي هي هي. اسمه لالارمي ديشياني. شنو لالارمي ديشياني؟ دموع الكلب. اسمع والكلب تعرف اسمه؟ شو اسمه؟ فرانكو. فرانكو هذه خاطيتنا. انا اعطيني كاس بيدرول. كاس ليوت. كاس ليوت بي. شنو؟ كاس ليوت بي. شنو؟ ليوت كيس لا لو سكيزوفرين عديه الكلب هذا. كيس ليوت بي ليت بول. فهمتي كل البنان والحليب ليوت بي ليت بول بيل بيل بلوت. اي قول بيل بول. بيل جيبسون. قول بيل بول. اي علاش بيت ليوت حنافي تولتنا فارغه فضل وقعد تروح بيز قاعد وانت جاني من بعد ويا في حاجتي بيك ويا في جو. صحة شريبتك حنفي. يعطيك صحة عايشة. عطيني مفتاحي عايشة. مش عندي. عند شكون؟ عند المالكي. اي وينو المالكي؟ قولو يهز. كالعادة. اش تعرف المالكي؟ نهار يجي وعشالة. عم جلول. عيط سي شعبان اللي في اللص القهواجي هذاك. بربي. اي. عيط له باش يعاوننا شوية على الحركة. يعيط شعبان المال قولو يجي نفيسة. عرفش عليه كان هنا. يا شعبان. ايوه جميل. اعطيها المفتاح. كيف دي مفتاح؟ ربي يستر منها الليله. مره تبيع مره تسربي. ان شاء الله ما تردكش لي 27. ان شاء الله. بون شانس. صح شريبتك. يعطيك الصحة. اتناهد يا سي المختاري ما تخليهاش في قلبك. حنفنا. وي. اسمع. قهوتنا ديما احنا بالحمص هكا والزعتر وال... لا تبدل شيء شيء تبدل شيء شعبولا. ايوه سلام. شنو باش تبيع سني في العيد؟ سني عندي سلعه تريز اكسبسيونيل. عندي قصايد شعريه وعندي رسالات غراميه جاهزه. تعرف سلام لهم انت باش نهدي لك احسن قصيده عندي. سالي. الو صحة شريفتك. شبالي بس عليك. ريانة انا سلسلبي. ماكش ريانة؟ كيفي ريانة عامل غنبوع على مهجية. كلكم تهبلوا ملا انتي مهجية وعليا مهجية عامل غنبوع على كمال. ما تقوليش انتي هوا كمال. تعرف اسم سري كان كل واحد منا يشرب كل يوم قهوة عند جلول تطلع الحسبة في العام 400 دينار. هذا ما نحسبوش اللي شيش واللي قلب وجهه ويحب على كويس بوزة وهذا مجرد ادرع 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 مش بوزة بالحق يا هاني. فهمت الليلي كي إذا كان القهوة تسوى 300 كاس البوزة بالحق يسوى 10 دينارات. اش قلت يا سي المستاري؟ فهمت الليلي؟ ليهي ليهي يا سي الكستاني ليهي ليهي مع الجماعة اللي عاملين طرحة على الحشيشة.
ليه يا هاني ليه ما نجمش نذهبيه؟ ما لا تعرف يا هاني فهمت اللالي أنه إلى حدود القرن الرابع ميلادي للهجرة الحشيشة ما كانتش موجودة بالكل. تليسر على خطر وقتها ما كانت تم رمضان جملة واحدة. خليني ساعة خليني فهمت اللالي نكمل، ما هو لازم فما مقدمة للحكاية. هك ما لا حتى في القرون الوسطى الحشيشة ما كانتش موجودة على خاطر ما اكتشفوهاش. لا الحشيشة جاتنا فهمت اللالي وقت اللي جاتنا القهوة من اليمن، وقت اللي جانا التاي من الهند، ووقت اللي جانا الدخان من أمريكا والكراهب من أوروبا. ما تقلش أنت يا رقابي، يقتل صوتك يقتل يقتل يقتل. معناتها أنا طلبت ريال ومن ريان يعديوني المهجي يمشي طول 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 يختف الدورة يرقى قابيل. من قابيل يعديوني الكمال أنفان قدك أنت عزيزي. أه؟ شنو الصوت اللي بحذاك؟ خش عليها واحد يضرب فيك بتنق على راسك. اي اي يزي يزي قولي شكون بحذاك؟ مرتك؟ بيه فنعود نطلبك مرة أخرى صباح الله خير. مرتك بحذاك حليفني بيغيك تبتعي صاموس. صاموس؟ وليش تحبها صاموس؟ تخنق الموس؟ لا ما تخنقش، أما الموس كشكوشة والكشكوشة هواء والهواء ما فيهش حليب، وأنا يا بابا نعطي فيك في الفلوس مش باش تبيع لي الهواء. هاي ديريكت صاموس جارانتي بالموس. أعطيني مغرفة. ها؟ مغرفة باش نبدلك الموس. أما شنو تاكسيفون شبعته بالبومية؟ ملينا على شنو نخدم يا بابا؟ حنيفي؟ وي جا نقول لك. ها؟ جا نقول لك. ملينا شو؟ وي توصلني ليلى؟ شنيني؟ نسلكي؟ شبيني ما عندي ما نعمل أنا هكا نهز ونجيبه؟ يسني أمان حنيفي هكا يرضيك انا نقعد ملوحه في الشارع حتى الكار الصفرا ساي ما عادش تتعدى توا. يا بنتي شبيني مهبول نوصلك انا على الموبيلات؟ ذكر اخر مره المالكي وقت اللي وصلك شنو جرالو؟ شو جرالو؟ ايمو شد وخوك كرومه في زنقه ما تعديش وخرج السيف نتاعو واعطاه شحط على ظهره 216 غرزه. خلي انا نوصلك على الموبيلات هكا سلسبيلي حبي يشدك الموبيلات يوكلها لي قطايع. صار انا عادتها كرومه مجبلها. كرومة هاي كرومة مسكين خويا ديما تظلموا فيه لينش ليهش غير بركة هو عنده شعر سيدنا علي يخاف على أخته. أنا الوحيدة في عائلتنا وحزار علي هذيك عليش وانا محليني نقتل. تقتل أنت لا محالة، أما عزيزتي كرومة يخاف عليك وانا خاف على كرومة كمان ده حنفنا فرالي. ها بسمة عندي فكرة مخير. كيفي عرفي جلي مش عنده كرهبة شعبية الدور بيه يوصلك يشدوا كروبة فك الزنقة اللي شد فيها المالكي يفتقوا ببعضه يزيد يروح لهنا زهوة تزيد تكمله على مربته. مكحل قلبك يا ميمتي. عليه تصور بربي خويا يعطيه ضربة هكا لا تقرأ لا تكتب. إذا نمشي في خبري كينا بربي أنا هو التاكسيفون اللي بشي زوازني ترى نقعد أمباين أنا ما كلمش صحابي أنا. كلم أصحابك أنت أما بالحق سلسبيلي شبيك ديما شدوا التاكسيفون أخي ما عندكش بورتابل تعرفه. مرة الأخرى عرفتي عطتني بريم مشيت شريت بيه بختابلة يقتل 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 يا أخي طلع فينا القاه هنا. وين تلقاه؟ في المنصب بيه خويا ناصب بيه بيحولي. أنت ما كمل له مود باس كيك ما نجيبش يبيعه. أنت ما زلت نتاع المود باس يا حسرة توا أضرب على الديبلوكاش. ديبلوكاش حتى مسروق ديبلوكاش جيب دينار تعملوا ديبلوكاش. يا حنافي روج بقى شيحولي الريق بتاعي. وصل نستاهله يا حنف اعطيني كاس ماي عليك. شبيك شبيك ما معدني اعطيني كاس ماي تاع زغوير بلوشي وبرد سباله. اي ما يسالش خليقتك خليقة سباله انت. من نمشي انا تنبزوني في القهوه هذيا تضحك انت حتى انت تقتل. يبين تسيهل مخي براسك وانت في الاحمر تقول مريض بالحسبه. تصور انت في التلالي الواحد تطيح له لاسيرونس في رمضان ها وتطيح له الفازيتا في رمضان ويعمل بيان في رمضان ويبدل تروح عجالي في رمضان ويصب بعشرة آلاف إيسونس ويهزولو الكرهبة للفوريال فهمت اللالي تبوش شي ترشق هذا توا. يا لطيف اش قلت سي المستاري فهمت اللالي؟ ليه سي كوساني من نجمش تلهبي؟ والله تعرف عندك الحق يا كوساني البارح أنا جيت هابت البنكة قلت بربي أنا جهابت أنا في الكرهبة ولاد وخوتة ها؟
هاي برا ناخذ الكاري. تخذيت الكاري فهمت وقتها علاش يقولوا فلان على صفر. اي اللي راكب الطياره مش على صفر يكذب عليك، واللي راكب البابور مش على صفر، اما اللي راكب في الكار هو اللي على صفر على بلتو معناه. آه. ما كريكش خذيت الكار. ايه وفي الحقيقه ما حقنيش خذيت هالكار على خاطر كارها مش من كاري. مش هكا مستري؟ ليه ليه ما نجمش نتلهى بيكم، نتلهى بيكم بعد. شوف الكلام نقولكم سالي نجم عزعز شتاري يا اخي في قاوتي ما هو لبس يا مدوس مازال اش من كلب واش من صرا انا مش خليتك قاعده رايده محده مشاهده ايش بك وليت لي كيما ست الريح انا دخلت مسكرت الباب يا اخي فما ادري شنو هبط عليا من السماء كلب ولا شنو هجريسني وفتقني من بعدي زازا من خطيني اي ما نجمتش تتسيب بالحوحك كيفاش تحبني نصيح المره الاخرى في القهوه وقت اللي هي مزدفه ولكن اللي تخرجوا ما خلصوش تحب جلول ياكلني من بعدي ولا كيفاش تفت مسكر فمك وما تجبد الجلول جلول زيست ما عنده 46 سخانه من بوبلوشي جلول هكا انا كل ما تصير حاجه يلزم انا نفضها لما نخرج انا نفض الامور في القهوه اش بيه انا نقص رجال شكون هذا السيد بوغليده؟ اتفرج ما شاء الله. هاو الراس. هاي الفاره. يا والركبه. هاي نص التاق حد ما يتحرك. لماذا؟ اش فما سي المستار يا اخي؟ لماذا؟ انت سي مرشد تشديت في حالة تلبس. مستحيل مستحيل انا بريء بريء. سكر فمك. اقعد اقعد انت في حالة وقوف. المستاري والله ما نعرفوه اول مره جي يقعد محذانا تمسوف الجلاس المستاري تمشي جيبيت بوتونس ياس في المستاري توا يا اخي نسيت روحك في التلالي راك في اللانتريت عندك سنين ارجع ويزينا من الهداري الفارغه فوالا سي الكستاني الموهبه ما عندهاش عمر وين شعبان سي شعبان ايوا سعاده البيه ايوا انا جاي اهو كوم بارازار عطيت المفتاح العطاف يا اخي البيت بول نتاعك تسبلها في 75% ضرر انا بريء يا مستاري المتهم الاول هو سي شعبان ايوه أنا وصى مرشد على البيت بول يهرب الكليونتال باش ما يقعدش يا اخو يعطي في المفتاح وما تقعدش الا سليمه ماشيه جايه تنظف سي المستاري زعما يخفيها اعدامك نحيل الملف لسي جلول ينظر في الموضوع انا ما اتكلم الا بيجي المحامي بتاعي سكر فمك عيش سي المسراني والمستاري المستاري السلام والصلاه على اشرف المرسلين اخواني يا خواتي والحمد لله رب العالمين مرحبا ثم وبعد اولا سكر فمك من حسن اخلاقك ثانيا ثالثا كل ما يصير هوني في القهوة يقعد ما بيناتنا تعرفش لماذا؟ لا ما نعرفش لأنه احنا هوني كنا عائلة واللي يصير يموت هنا مش عليك وكيف سكر فمك وسع بالك اللي زاه وسع بالك والسلام بالعافية ادخل الرقعوك تفتف انا والاخ عزعز اعطي هنا ليموناضة نحكي انا وياك بوفغ غوزالي فجعك هكا الميشان هذاكا سي با بوسيبل سليمه ايش اهلا عزاهلا مش بربي نورمالمون لي شيان هكايا اغريسيف ما تخليهمش يدخلوا القهوه حتى سي جلول قال اش قال سي جلول؟ قال كي مازال يراه يدور في القهوه بالله ما يعملوا سلامي دو شيان. نورمالمون يحط ورقه مكتوبه في باب تاع القهوه يكتب عليها انتردي وشيان ميشون. اسمعني يا سي ابن مرشد ابن عفين ابن عثمين. الكليب اللي جبتهولي ماهوش في قاموس الكليب قطوس على حالها. لا لا مادام عزمه عندي ذاك مش نورمال حاجه ما شنو. هكا دور لك.
شد المراه في التواليت مروشها نص ساعه تقولش علي دغدغ فيها ام بليس غلط ضرب صاحبتي كيما منه غلطت هاتي وكما روش عاد مدام شنو عاد مش قلت لي مربيه انت ما يدورش باللنثة من بدريس يا ما سبحان الله ما جد يخلص وحلك يا مدام بارك الله فيك ان شاء الله في ما اهم صل اثنين ثلاثة شنو شنو هذي شنو سنية ذي ليش ليش شنو مذهب ليه 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 مش هذي الفهمنا فيها عايشك مدام راه واسمع مش تقول هذي ما انا راني في الحكاية ذي ما نلعبش شوف يا سي مرشد مش على خطر واحد يراو في القهوة تقولك هوا تو ندغفها امرأة قسم من عظم ان ريت القهوة ذي الكل نحطها فوق راسك ويه تحطها فوق راسك اي مالسنية معناها 60 دينار شوية العضة قديش العضة تحب نتحاسب وانتي تحب نتحاسب هاي جبتها سبيسيال معاسد العضة 6200 6200 العضة اي والتحبيبة قديش 12 مية والتخبيشة قديش التخبيشة عندك سرعة الخامس التخبيش 4300 باهي والفجعة قديش الفجعة 6100 ما غير تبيع باهي والعضة ويسيب شعره قديش 12000 هذيك 4000 هكا توا شفت كيفاه دورت قليب وحدك وحدك مش من 12 لاربعة شفت ما طلب معنا احنا لا ما ثم اضرب نشوف قديش يجي سيدي احنا بدي عندك 18 عضة في 6200 فوان نطلع من ولا 113 مليون 40000 30000 يا ربي 30000 ترى شوف زيد ثبت 20200 مش قلت لي عندك صاحبك عنده صيد هذا يخدم في البلفيدير وقت اللي يسكر بالبلفيدير يهز الصيد كي يعس بيه في العروسات على مشاكل واحد قول له يكلمني يكلمك سليمه